طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات بيقول ان مصانع درفلة حديد التسليح، وموضوع الحديد واضح ان هو على الساحة هو بقاله اسبوع، ان المصانع بتاع درفلة حديد التسليح بتعاني من عدم توافر خام البلت من المصانع المنتجة، فمصانع الدرفلة ما قدامهاش غير انها تقفل رغم ان عندها التزام مع العاملين بتوعها وعندها التزامات بنكية، فبيطالب ان يبقى فيه تدخل عاجل من اجهزة الدولة لانقاذ مصانع درفلة حديد التسليح اللي بتعاني من ساعة فرض رسوم على واردات البلت. قال لابد من اعادة النظر في القرار ده لان الظروف اتغيرت، واهم حاجة هي ان اسعار خام البلت العالمية زادت من 270 دولار ل 550 دولار للطن. وزارة التجارة والصناعة كانت في اكتوبر 2019 عملت قرار بفرض رسوم وقائية على واردات البلت لحد ابريل 2022 بنسبة متناقصة تبتدي من 16% على كل طن. خلوني ارحب بالمهندس طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، طارق سيد نور. طبعا وصلنا وشفنا الاستغاثة اللي حضرتك عملتها دي في ظل حديث بقاله أسبوع داير بعد إغلاق مصنع حلوان للحديد والصلب، فجاية في صلب المواضيع زي ما بنقول. عندنا كم مصنع درفلة حديد تسليح في مصر؟ أنا 20 مصنع. 20 مصنع، طيب كلهم بيعانوا بسبب ارتفاع سعر الخامة المستوردة ولا حضرتك تحكي لي الموضوع ازاي؟ هو حضرتك احنا بنعاني طبعا من نقص البلت في السوق المحلي، احنا ما عندناش بدايل. احنا كنا الاول بنستورد البلت من اوكرانيا ومن روسيا، وبعدين الحقيقه بعد فرض الرسوم بقى ما عندناش اي بديل غير السوق المحلي، وللاسف السوق المحلي المصانع ما عندهاش القدره على تلبيه احتياجات مصانع الدخان، بقى في ازمه كبيرة جدا بنواجهها، وعندنا التزامات زي ما سيادتك ذكرت في العاملين اللي موجودين، وطبعا عمالة عندنا عمالة كثيرة في المصانع 20 مصنع، وعندنا التزامات بنكية، وعندنا يعني حتى المنافسة بقت مش موجودة لأن المصانع نفسها المنتجة للبلت الموجودة الحالية هي نفسها منتجة للحديد تسليح، فبقوا هم دلوقتي المتحكمين في السوق بشكل كامل لأن هو عنده الخامة بتاعته اللي بينتجها وهو المنافس ليك في موضوع الدرفلة وغيرها. بالضبط، وفي حالة الـ السوق، في حالة ركود السوق بيقول لك طيب أنا ممكن بيعرض كميات للبيع في حالة ركود السوق، حالة السوق بيبدأ يحصل فيه تغير أو تحسن يبدأ يمتنع عن البيع، يقول لك أنا السوق بتاعتي هي أولى بإن أنا أشغلها، مش هقدر أديلك بلت، ما عنديش بلت يكفي. فبقينا في حيره ووضع الحقيقه. طيب يا مهندس طارق، يعني عايز اعرف من حضرتك، يعني احنا الاغراق دي رسوم الاغراق اللي فرضت لان كان في اغراق بالتاكيد بيحصل، كان بيحصل منين؟ هل بيحصل كان من تركيا ولا من اوكرانيا ولا منين؟ لا هو حضرتك الاغراق كان في حديد التسليح مش في البلد، كان حديد التسليح بيجي منتج تام من اكثر من دوله، كان بيجي من تركيا وكان بيجي من السعوديه، كان بيجي من دول كتير، وبعدين تم الاتفاق على رسوم حماية على حديد التسليح لأن احنا عندنا الطاقات الإنتاجية في مصر موفرة ويمكن ضعفين الاستهلاك، فما كانش في داعي إلى استيراد حديد تسليح من الخارج. القصة بقى إن طب والخام بقى كانت مشكلة الخام البلت من إيه؟ الخام كنا بنجيبه أوكرانيا وروسيا، هم دولت الدولتين الوحيدين اللي بيقدروا ينفذوا بلت وأسعارهم افضل من اي بلد في العالم، يعني هم دولت الدولتين اللي كل الكميات كانت تيجي من عندهم، ما كانش في اي تعامل اصلا مع تركيا خالص في البلد، ولا في اي تعامل معاهم في البلد تمام مواد الخام. مشكله عندنا يا اسامه بيه ان دي ماده خام، ما ينفعش حضرتك. بس هو اكيد في حد اشتكى يخلي ان وزاره التجاره عشان تتحرك وتفرض الرسوم، يبقى في حد اشتكى من ان في اغراق بيحصل. مظبوط يا فندم، هو في حوالي اربع مصانع متكامله موجودين في مصر، وهم دول اللي قدموا شكوى لان كان ساعتها حديد البلد زي ما سيادتك ذكرت في البيان النهارده. هو نقلا عنك والله، يعني مش انا اللي ذكرته، نقلا عنك. يعني زي ما حضرتك نويت عنه، يعني انا ذكرته
كان البلد ب 270 دولار وهم كان عندهم تكاليف عاليه وكان الغاز عندهم ب 7 دولار. كانوا بيعانوا من زياده التكاليف. لما طبعا الاسعار نزلت الغاز نزل ل 4.5 دولار. فخلاص لما دلوقتي المشكله اللي كانت بيواجهوها ارتفاع التكاليف عليهم خلاص ازيلت. ثانيا البلد النهارده تقريبا وصل ما يقارب 600 دولار. يعني حرك 550 ده فوق كمان. فالسبب يعني السعر اتضرب في 2 بره يعني. اه طبعا. فحضرتك طالما السعر زاد والنهارده ما بقاش انا ما عنديش بديل وما عنديش ما فيش وانت نزل لك سعر الغاز والتكاليف بتاعتك نزلت. انت ليه النهارده تتسبب في قتل المصانع؟ حضرتك المصانع دي برضه في الاخر في صالح المستهلك. يعني الحديد النهارده لما بيزيد 3000 جنيه في خلال شهر او شهرين لو ارتفاع السعر لو المصانع دي شغاله في منافسه ده بيفيد المستهلك في الاخر. بيفيد المستهلك وبيفيد العماله وبيفيد المستثمر وبيفيد الضرايب وبيفيد كل حاجه. يعني ما فيش شك في ده. يعني هل احنا النهارده بنطلب من وزاره التجاره والصناعه اللي هي المفروض انها حددت ان الرسوم اللي فرضتها ممتده لحد شهر ابريل السنه الجايه فتراجع ده؟ لان بالتاكيد ده هو يعني القرار اللي صدر ما هوش قرار مغلق لا يمكن مراجعته. فهل حضرتك شايف ان الوزاره يجب عليها ان تراجع هذا القرار في ضوء المتغيرات؟ يا فندم طبعا وبنتمنى السرعه لان هم اكثر من مره معالي الوزيره وعدتنا. والحقيقه بقالنا فتره طويله وبنعاني والله العظيم. مصانعنا بتتكبد خسائر كبيره. احنا واقفين وعندنا عماله بتقبض مرتبات. النهارده الناس في ظل جائحه كورونا الوضع بقى صعب جدا 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 على الكل. يعني المفروض المصانع دي توقفها والالتزامات ما بتوقفش. يعني التزامات مستمر صحيح. البنوك مستمر. التكاليف اللي علينا واعبائنا عاليه. فاحنا يا ريت سرعه مراجعه الموقف معانا عشان نبدا نقوم. احنا في الاخر بنساعد في الاقتصاد. يعني احنا مش عيب على حاجه بالعكس. انا بضم صوتي لحضرتك مهندس طارق. يعني بضم صوتي وبقول ان على الاقل من حق الناس اننا نراجع القرار. مفيش قرار بنقول ان هو غير قابل للتغيير مع المتغيرات اللي موجوده في الاسواق العالميه. القرار كان صدر في اكتوبر 2019. اكيد من اكتوبر 2019 لحد يناير 2021 في امور كثيره اختلفت. بشكرك مهندس طارق جيوشي عضو غرفه الصناعات المعدنيه ونداء الى معالي وزيره التجاره والصناعه ولكل مسؤول ما بنقولش اعملوا كذا او اعملوا كذا لان احنا لا نملك الخبره اننا نقول ان حد يعمل ايه. ولكن بنقول ارجو ان تكون هناك مراجعه لهذا الامر. هل الامور اختلفت؟ قد تكون النسبه تقل، قد تكون النسبه تزيد، قد تكون النسبه يتم الغائها تماما. ولكن الحفاظ على التوازنات داخل القطاعات الصناعيه المختلفه شيء في منتهى الاهميه.